جامعة الجلالة حققت إنجاز مهم وفازت بالمركز الأول في المسابقة الدولية اللي نظمتها جامعة الأورو متوسط على مدار 3 شهور بدولة سلوفينيا. طبعا احنا معانا على التليفون دلوقتي محمد منير الفائز بالمركز الأول ضمن فريق شوجر هيل من طلاب جامعة الجلالة واللي بيركز مشروعه على حل المشاكل البيئية. صباح الخير عليك وألف ألف مبروك طبعا في البداية فوزك بهذا المركز. لو تكلمنا عن المسابقة اللي شاركت فيها وطبيعتها ايه؟ يا أهلا بيك. اهلا وسهلا. والله هي المسابقه احنا الحمد لله شاركنا في المسابقه بتاعت الجامعه الاردن المتوسطه، قدرنا ان احنا نطلع اول بروتوتايب لشوجر هيل باستخدام مخلفات القصب و حاجات انتي بكتيريال، او ان هي تقدر ان هي تعمل البكتيريا اللي تبقى موجوده على التعوير او حاجات زي كده، والحمد لله يعني خدنا المركز الاول. طيب انتوا الفريق ستة طلاب يعني متقسمين من 3 مشروعات مختلفة، بايوتكنولوجي ونظم أعمال وإدارة لوجستيات، عشان تقدروا تنسقوا مع بعض البروتوتايب اللي انتوا عملتوه. احكي لي بقى التفاصيل عن البروتوتايب ده طلع ازاي. هو احنا كل واحد فينا في فيلد معين، يعني عاصم هو بيدرس بزنس انفورميشن سيستم، تمام، ومهند بيدرس لوجيستكس اند سبلاي تشين، وانا ومنى بندرس موليكولر بايوتكنولوجي. انا ومنى كنا شغالين على الجزء الساينتفك في البروجكت، عاصم ومهند هم الاثنين شغالين على الجزء البيزنس والاوبريشن وازاي نقدر ان احنا نجيب الماتيريال، وعاصم شغال اكثر على الجزء الماركتنج للبروجكت والبيزنس موديل بتاع البروجكت وازاي ان احنا نقدر ان احنا نجذب الانفسترز ان هم يعملوا ينفستوا في البروجكت بتاع يستثمروا في البروتوتايب اللي انتوا عملتوه. طيب محمد، هل المسابقه دي بتعنى فقط بالابتكارات الخاصه بمشاكل البيئه ولا ده كان اختيارك انت؟ لا، هو الحقيقه ده كان اختيارنا احنا كلنا، لان احنا كنا عايزين نعمل حاجه بجد، وعايزين نعمل حاجه ليها امباكت على كل الارياز اللي احنا نقدر ان احنا نساهم فيها ونحسنها. لقينا المشكله ان احنا عندنا دلوقتي مشكله في مثلا في الاجريكلتشر ويست او في المخلفات الزراعيه بشكل عام والقصب بشكل اخص، فقلنا ليه ما نعملش حاجه زي ان احنا برضو نتارجت حاجه زي الهيلث كير او الحاجه صحيح. زي طيب محمد، بكل تاكيد في افكار كتيره ومشروعات كتيره اتعملت على اعاده تدوير المخلفات الزراعيه او التخلص منها بشكل او باخر، ايه الجديد؟ ايه المختلف في المشروع بتاعكم؟ الجديد المختلف في المشروع بتاعنا ان احنا بنتارجت اتنين فيلدز في نفس الوقت، بنتارجت مجالين في نفس الوقت، المجال البيئي والمجال الصحي. احنا مش مجرد ان احنا بنعمل اعاده تدوير لحاجه وتخش مثلا في استخدامات في نفس الحاجه دي تاني، لا احنا بندخلها في برودكت بياد فاليو اكتر من البرودكت القديم، غير مثلا لما اروح اطلع ورق او اطلع خشب من القصب، كل ده موجود اوريدي. احنا فكرنا ان احنا عايزين نعمل حاجه بتارجت حاجتين في نفس الوقت فيهم مشاكل تانية. فكرة المشروع أو فكرة البروجكت إن إحنا نعمل ضمادة طبية من مخلفات القصب، دي حاجة أكيد رائعة جدا ولاقت إعجاب لجنة التحكيم وفزتوا ب5000 يورو. أعتقد ده ممكن يبقى نوع من أنواع الدعم الكبير جدا ليكم في إنكم تقدروا تشتغلوا على البروتوتايب اللي أنتوا طلعتوه. هو فعلا خطواتنا اللي جايه ان شاء الله ان احنا نشتغل نحسن اكتر من البروتوتايب بتاعنا ونشتغل اكتر على الجزء البيزنس بتاعنا، وان شاء الله نعمل الشركه بتاعتنا تحت طبعا تحت جامعه الجلاله وبعد الدعم بتاعهم طبعا، وان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله. طيب محمد، المنافسه كانت عامله ازاي في المسابقه دي؟ والله هو احنا كلنا كنا في الحمد لله في المسابقه احنا كلنا كنا اصحاب، بس المنافسه فعلا كانت شرسه جدا يوم الجمعه. كلنا كنا مجمعين صحابنا عشان نخش يتفرجوا على المسابقه ويشوفوا الفوتنج ويشوفوا البروجكتس اللي فعلا كويسه ويعملوا لها فوتنج كده، فكانت منافسه جميله يعني. طيب
فكره ان احنا بنحاول نحل مشكله بيئيه ونحل في نفس الوقت مشكله طبيه وبنشغل مخنا. ده كان المشروع المقدم من عندنا احنا في جامعه الجلاله في مصر. المسابقه شغاله في منطقه الاورو متوسط، هل عملتوا اي نوع من انواع الاتفاقات او عملتوا اي نوع من انواع تبادل الخبرات مع باقي المتسابقين اللي كانوا موجودين من دول اخرى؟ هو احنا كلنا كنا قاعدين مع بعض، فكلنا كنا عاملين بنتكلم مع بعض في البروجكت بتاعتنا، كلنا كنا بندي افكار لبعض، بندي نصايح لبعض في البروجكت بتاعتنا وازاي نقدر ان احنا نحسنها وازاي نقدر ان احنا نقول البيتش بطريقه كويسه او نشرح المشروع بطريقه كويسه، فكان في تبادل خبرات كبير جدا يعني. مرة تانية مبروك ليك يا محمد وطبعا ولكل زمايلك، وبنشكرك محمد منير الفائز بالمركز الأول في المسابقة الدولية EMIC.